عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعينا الحلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة طبعا الفيديو هيكون طريقة عمل عصير مع الشيفاداليا في منوعات عالم دولي. النهاردة طبعا يا جماعة هنعمل عصير فروتي. على فكرة يا جماعة العصير ده في منه انواع كتير، في منه اطعمة كتير، في منه يوسفي وفي برتقال وفي كل حاجة، بس انا عندي مانجا فعشان كده عامل معاكم عصير مانجا. اول حاجة يا جماعة هناخد الخلاط بتاعنا، انا طبعا غسلاه قبل ما اعمله كده. هنفتح الكيس بتاعنا، على فكرة يا جماعة مع انه صغير كده بس بيعمل لتر كامل من العصير. وطبعا يا جماعة السكر على حسب الذوق، انا هحط 5 معالق، هو مكتوب عليه من 7 ل8 معالق سكر كبير اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. ده على فكرة ده عصير مركب. انا يا جماعة هحط 5 معالق على حسب الذوق. هنحط الميه، هحط نص كميه الميه، وبعد كده لما احطه هقوم حاطه ايه الازازه دي يا جماعه لتر كامل معايا. شوفوا القوام يا جماعه عامل ازاي، ولاول مره يشوفني ما ينساش يحط لي لايك واشتراك لي في القناه. هنحط بقى ايه بقية المية، شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ والله العظيم ريحته حلوة على فكرة، ريحته جامدة أوي وطعمه جامد، هتدوقوه هتعرفوا. وعلى فكرة يا جماعة اللي يشوفه يقول على فكرة هو كيس صغير بس مركز وبيعمل كمية كبيرة أوي يا جماعة والله. انا لما دوتو قلت هعمله معاكم واخليكم تعملوه. يا جماعه المكون الاساسي معانا على فكره هو التلج. انا جبت التلج، على فكره التلج ده بحفظه في الثلاجه لوقت الضروره. انا بحب التلج على فكره كتير. شوفوا يا جماعه انا واحده بلدي. شايفين؟ والله اول ما فتحت الخلاط لقيت الريحه. زي ما انتم شايفين كده وربنا جامد. جربوه جربوه والله العظيم هتدولي، طعمه تحفه. انا هسيبكم بقى، واللي اول مره يشوفنا مش حاطين لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. يلا سلام، هروح اشرب العصير يا جماعه.